صورة تذكارية بالمناسبة سيد الولي. نلتمس من السادة رئيس المجلس الشعبي الولائي والسيد قائد القطاع العسكري والسيد قائد المجموعة الإقليمية للدفق الوطني ورئيس المصلحة الإقليمية للأمن الداخلي الفقيه السيد رئيس أمن الولاية للتقدم للمنصة وتسليم الشهادات. أحمد شوية لو أحمد صورة تذكارية بالمناسبة. نلتمس من السادة النائب العام لدى مجلس قضاء نبويرة والسيد رئيس مجلس قضاء نبويرة، كذلك المندوب الولائي وسيد الجمهورية والمنسق الولائي للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات مرفوقين للسيد نائب رئيس. سادة نصر باي أحمد ثمار فتح وسعد إبراهيم نائب سعد الله صالح كذلك رجاء Thank you.
الشعباني، عباش حسين، الهاشمي حميدة، قباش توفيق، تقدم للنصر الفقيه بالسيد رئيس الضفة. مدير الحماية المدنية ورئيس المكتب الولائي للمنظمة الوطنية للمجاهدين ملفوقين بالسيد رئيس المصلحة الولائية للشرطة القضائية والسيد رئيس أمدار الأنصوروس لاعتلاء المنصة وتقليد الرتب وتسليم الشهادات. Thank you.
دي فوتوكوبي ولا حد بروجرام هذا فوتوكوبي الشهادات مرفوقين بالسيد رئيس المصلحه الولائيه للامن العمومي. Thank you.
ندعو كذلك السيد رئيس المجلس الشعبي البلادي للارتفاع للمنصة بحضور أعضاء اللجنة الأمنية والسيد رئيس المجلس الشعبي الولاية. عبارة عن وسام شرفي. كذلك تكريم خاص للسيد رئيس المجلس الشعبي الولائي من طرف السيد عميد أول الشرطة رئيس أمن الولاية. من جهته السيد رئيس السيد والي ولاية لبويرة وكعادة غير صورة التالية للمناسبة. أوراس تي في، حيث يتجلى الخبر بكل تفاصيله.